ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي الجزائري عبد الله الرافعي. مرحبا بك سيد عبد الله. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إذا الجيش والسلطة يقران موعد الانتخابات الرئاسية، كيف ترى التعاطي الشعبي الجزائري مع هذا الإجراء؟ في الحقيقة ليس هناك مفهوم السلطة انتفى نهائيا. إذا كان نتكلم على السلطة بالمفهوم الكلاسيكي أو بالمفهوم الأكاديمي السياسي، ليست لدينا سلطة بهذا المفهوم وبهذه المقاييس. نحن عندنا الآن أوليغارشيا عسكرية تتمثل من زهاء 20 جنرال يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وجهتهم الرئيسية هو القائد صالح، وبالتالي فهم يقرون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون. قائد صالح استغل الزخم الشعبي والغضبة الشعبية، غضبة 22 فبراير، فصدر منجزاتها لصالحه وركمها في شكل صلاحيات الإمبراطورية. الآن ذهب إلى منح أو إلى الغطرسة العسكرية العربية المعروفة عند جنرالات العرب كلهم، وفرض على الناس فرضا أن يتبنوا خيارا مناقضا تماما للأهداف التي ثار الشعب لأجلها. الآن نحن أمام حتمية حقيقية تتمثل في صدام مشروعين، مشروع تحرري تأسيسي لدولة ديمقراطية جديدة تكنس كل مخلفات وشخص. هذا ما تتوقعه من القوى السياسية والأحزاب وكذلك القطاعات الشعبية، اصطدام؟ لا، لما نتكلم عن القوى السياسية والخارطة السياسية بشكل عام في الجزائر، هي عبارة، ما عندناش في الجزائر، ليس لدينا معارضة بمفهوم المعارضة، لأن الجزائر أعيدت صياغة خارطتها السياسية في أعقاب انقلاب يناير 92، وأصبحت كل الأحزاب والجماعات والأفكار التي تدعي أو تلبس تتشح بوشاح المعارضة مجرد قطع رئيسية في منظومة الحكم. فمفهوم المعارضة بالمفهوم العلمي أو المفهوم، إذن من يمثل الشعب سيد عبد الله؟ فلقد سبق وقلت، ربما لم تمنح لي الفرصة لأتم ما شرعته في الحديث فيه، قلت لك أن ما هو ماثل على الأرض الآن هو صدام مشروعين، مشروع تحرري شعبي يقوده الشعب ويحركه الشعب ويضحي لأجله الشعب، في مقابل مشروع يهدف إلى إعادة رسكلة هذه النفايات السياسية من سلطة ومعارضة لإعادة إنتاج النظام في حلة جديدة، يستند هذه المرة بدل ما كان يستند سلفا على الخونة أو كبار الخونة أو الخونة البين خيانتهم، هذه المرة يراد استنساخ النظام في نسخة جديدة منقحة. هذه القوى الشعبية التي تفضلت بالحديث عنها في ماذا تتمثل؟ هل تتمثل في حزب ما، قطاع ما، تشكيل ما يقوده الشباب مثلا أو المثقفون؟ هي تتمثل في الأساس، أو محركها وقوتها وجماهيريتها هي كل الشعب الجزائري. أهدافها هي التحرير التام أو استكمال تحرير المواطن الذي لم يتم في استقلالنا في 5 جويلية 62 من الاستعمار الفرنسي، لأنه ثورة نوفمبر 54 حررت الوطن ولم تحرر المواطن. الآن بعدما حرر الأباء الوطن، الأبناء على أمام مسؤولية تاريخية لتحرير المواطن. أما من يقود هذا الشعب فهو كل وطني مخلص يجد لنفسه مكانا في القيادة دون ما يختار، سواء بأفكاره وبتوجهاته. سيد عبد الله، معذرة المقاطعة، في دقيقة واحدة، السلطات الجزائرية تقول أن ظروف البلاد الحالية تلزمها بإجراء الانتخابات في موعدها، ماذا لو استمرت السلطات بهذا الاتجاه؟ شوف، أولا الملاحظ ما لاحظته اليوم، أنا أهنئ نفسي كجزائري وأهنئ شعبنا العظيم على إنجازه اليوم، لأن هذا الحراك واجه منعرجين خطيرين أو عائقين كبيرين أو فتنتين كبيرتين. الفتنة الأولى كانت منذ أسابيع، تحديدا منذ الأسبوع الثامن أو الجمعة الثامنة أو التاسعة، حينما أراد القائد صالح والرهط المفسد الذين معه أن يدقوا إسفينا بين مكونين الأمة العرب والأمازيغ، وقد فشلوا والحمد لله، وما زاد الجزائريين ذلك إلا كتلة وتوحدا. نعم،
اسمح لي أشكرك جزيلا الأستاذ عبد الله الرافعي الصحفي الجزائري، كنت معنا من إسطنبول.